السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت عندي ظروف، المهم كانوا عندنا السيارات في الدار، الحمد لله في الفيرما عندنا السيارات. كانت السيارة ديال بنتي بالشوفور ديالها، المهم خصو يمشي يجيب البنت من المدرسة، كانت باقا صغيرة. المهم ولا دخلني المجال الحضاري، بعدا دخلت لوسط المدينة، صافي حطني قلت ليه سير جيب البنت ديال الدار، طلع الدار للدار وانا يعني مشيت في الطوبيس. ركبت في الطوبيس، ركبنا في الطوبيس، ركبنا في المعتر، ركبنا في الميني باص، ركبنا في الكيران، ركبنا الحمد لله عندنا السيارة ديالنا الحمد لله. ولكن لا دا ما تركبوش في الطوبيسات، ولا ما تركبوش الحمد لله، ولا في التاكسيات، ولا ماشي هذا موضوعنا. موضوعنا هما الناس وجاه الناس اللي في وسط الطوبيس، انت تطلعي وتتبدي تدوزي هاك وهاك وتتشوفي اشكال وانواع، اش داير الدهر في وجهنا، وفي وجه الرجال، وفي وجه العيالات، وفي وجه الاطفال، وفي وجه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس اللي غاديين مساكن، اللي غاديين عند الطبيب، اللي هازة خناشيد الدواء وديال وخنا دوك الدوسي ديال الراديوات عامرة بالراديوات، ودوك الناس اللي معاها مسكينة هي كتار من المرة اللي مريضة تاهما خصهم طبيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتشوفو ديك الدراري مساكن في الريعان شبابهم تيتقاتلو باش يمشيو يصورو في طبق الرزق باش يجيبو يكلو لولادهم، يجيبو ليهم ما ياكلو. وكاين مسكين اللي طالع وما صور والو، ما والابتسامة على وجهه مالغري هادشي كله هو، ولكن الحمد لله الابتسامة انه ربي كبير. تقول لك ربي كبير، هاتي صيفا سيدا ربي تحت ما تيموت بالجوع. سبحان الله العلي العظيم. ثم طلعون ندير هاد الفيديو غير للناس اللي الأغنياء اللي يطلعوا الطوبيسات ويشوفوا الناس في لي ترانزيت وفي جهة مجال القراوي، يشوفوا الناس كيف دايره حالتهم ساكن. وربي كبير غادي يفرجها من عنده سبحانه وتعالى، ربي كبير ما تيبيتها فشان ويسبحها فشان، سلبيتها فشان ويسبحها.